تقصد يا زاير للرضا عنك لو انضاق الفضا اقصد يا زاير للرضا من توصل احنا ادعيلي ويا يا من تريد الموعظة خلف يكرك وياي كل التجارب والعبار روتني دنياي اخذي النصيحة واحتذر من دنيتك هاي ودمسكر آل النبي يا صاحب الراي لو شابك شفي الدغا باسم الرضا تمولي الظفر وبلطفه يرعاك ادعي لي وياك لا وانطاق الفضا اقصد يا زاير للرضا عنك لا وانطاق الفضا لما انت يصيبك نايبة ظهرك يجافيك صبرك تحزن والصبر بالشدة يكفيك لو شاهدت صبرك خلاص والدنيا تاليك اقصد لا عيد قبر اللي ذي من الهم ينجيك يا مقابرة اطلب حاجتك والباري يسمع دعوتك مقبولة دعواك ادعي لي وإياك نهلا وانطاق الفضل والله اقصد اقصد يا زاير للرضا من تصل من تيعصي في رياح المرض وبعيلة انصام اقصيد القبر الهشم ضلع امه بالباب ضلع امه بالباب عني الرضا كل ما القيصان يا مقابرة ما خاب بزيارتك نولي الشفاء من كل مرض طاب من تبدي تعريض حالتك لا شك يداوي علتك لو شفتك شافاك ادعي لي وياك عينك لو انطاق
تسمع هتافات الحزن تصرخ يا مسموم كبدك مثل كبدي الحسن بالمحنة معلوم بمصابة واسي شيعته صب الدمع لمصيبته بمصاب واسي شيعته صب الدمع لمصيبته من تجري عيناك ادعي لي.